بصوا، الفكرة بتاعت الخدمة عندنا خدمة، ان احنا بنقدم خدمة شوية، خدمة عمل محبة، يعني نفسح المخدوم، نخرجه، نأكله، نعزمه، نحتفل بعيد ميلاده، نوديه مصيف. فانت دورك انك تبقى خدم. بصوا شباب، احنا فيكو بنكلم كل خدمة هتقوم جديد في كنيسة. احنا نفسنا نموذج الخدمة اللي ربنا ادينا وباركنا بيه في الكنيسة هنا يبقى متكرر في كل كنيسة. احنا قلنا بس بدل ما احنا مش عارفين نخدم الناس البعيدة، نجيب خدامهم يتعلموا ويروحوا هم يخدموا كل كنيسة، تخدم الناس اللي موجودة في دايرة خدمتها. وابونا هيشرح لنا الفكرة اكتر. فهي الفكرة ان انت محتاج وانت بتخدم تبقى عندك عقل كده بيفكر اعمل ايه يبسط المخدوم، اعمل له ايه، خروجه تبسطه، اكله تبسطه، فسحه تبسطه، تجمع يبسطه. فهدف الخدمه هو انك ازاي تفرح المسيح المتالم دوت. فعشان كده هي مش خدمه انك هتحضر درس وتقوله. طبعا العمل الروحي ده مهم جدا، بس هم الناس اوريدي هم عظات صامته، يعني انتوا بتخدموا قديسين. احنا واحنا بنخدم الناس المتالمه فاحنا بنخدم قديسين حقيقي، وابونا هيحكي لنا على القديسين كانوا فعلا احنا خدنا بركه خدمتهم وهم اللي سافروا السماء وبيشفعوا لاجل الخدمه دلوقتي. ويمكن هم اللي كانوا بيصلوا ان الخدمه تعمم، فعشان كده ربنا ادانا البركه الحلوه دي. بس هي الفكره هو ان انت ازاي بتفكر تفرحه. هي خدمه فرح من الاول ومن الاخر، هي خدمه فرح مش خدمه وعظ. فلو انت فاكر انك هتدخل تتكلم وتحكي، لا، انت هتدخل تسمع وتطبطب وتفرح وتحضن. انت ايد ربنا الطيبه الحلوه اللي هتطبطب على كل حد متالم. الكورس معمول علشان نكرر نموذج الخدمة في كل كنيسة. احنا بعد شوية بقى مطالب من كل حد في كنيسة يبدأ يسأل الأباء الكهنة اللي في كنيسته عن المسنين اللي ما بينزلوش، عن ذوي الاحتياجات اللي ما بينزلوش، عن الناس اللي عندهم ناس مريضة ومتألمة وكبيرة في السن ومش قادرة تتحرك، عشان احنا كمان نروح نخدمهم. فانتوا مطالب من حضراتكم بعد ما نخلص الست مرات دول ان احنا نكون خدمات في كنايسنا. بصوا، احنا برضو عندنا استعداد اي حد حابب يبدا الخدمه دي في كنيسته ان احنا نساعده بكل حاجه، بالافكار وبالتدريب، واي حد عايز اي حاجه عشان يبدا الخدمه في كنيسته احنا معاكم في اي حاجه. بس المهم ان احنا نطلع من هنا، هدف الكورس مش ان احنا ناخد شويه معلومات، لكن احنا نبقى خدام عمليين كده وننزل ندور على الكنيسه بتاعتنا مين فيها محتاج خدمه. طبعا الكورس بتاعنا فيه معلومات، طبعا هنبدا بالقسم الروحي. احنا متعودين دايما بنبدا بعظه روحيه وبنختم باجتماع صلاه، وبعد كده المواضيع اللي في النص هتلاقي جزء منه طبي، جزء نفسي، جزء اسعافات اوليه، بنتكلم عن مرض السكر عشان هو الى حد ما ممكن يبقوا مخدوميننا متعرضين ليه. يعني كل مره هنتجمع هناخد حاجة تخص المخدومين اللي احنا ممكن نخدمهم. بصوا شباب، احنا برضو هنتعلم كده كل مرة حاجة اسمها مبدأ خدمي احنا عملناه غلط، يعني حاجة احنا عملناها غلط بس احنا مش عايزينكم تعملوها غلط، فاحنا هنقول لكم الصح بتاعها. يعني احنا هنيجي نقول لكم يا جماعة ما تعملوش الموضوع ده عشان احنا عملناه وغلطنا. فاحنا كل مرة مش هناخد مبدأ خدمي يعني وعظي، لكن هنقول لكم احنا عملنا الموضوع ده وما نجحناش فاعملوا عكسه. خلاص، فعشان اللي هيبداوا خدمه فخدماتهم ما يبداوش بالطريقه دي فيمشوا نفس المشوار اللي احنا مشيناه، لكن يبداوا من النتائج الحلوه. اي حد هيبدا الخدمه دي يا جماعه ما يقلقش خالص من الامكانيات، عشان اكتر حاجه ممكن نشيل همها هو انا هجيب امكانيات منين عشان ابدا خدمه كبيره، اجيب عربيات منين عشان توصل للناس، اجيب مصاريف منين علشان اخرج ناس مش بنجمع منهم اشتراكات. بس انا عايزه اقول لكم سر الخدمه دي، ربنا بيصرف عليها جدا 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 جدا. فما تقلقوش انك تشيل هم الامكانيات الماليه، انا هقدر اعمل خدمه ولا مش هقدر. هتقدر وربنا هيديك من فيض وغنى، فما تقلقوش خالص، ابداوا وما تخافوش من حاجه، ربنا هيبعت لكم كل الامكانيات. ربنا محتاج بس حد على قلبه كده انه يعمل يخدم ولاد ربنا الموجودين في البيوت، وهو هيسهله كل حاجه. احنا موجودين دلوقتي ببركه خادم وخادمه دلوقتي موجودين في الاديوره، كانوا بيخدموا مع ابونا من زمان وكانت كل يعني احلامهم يزوروا ناس في البيوت، وببركه محبتهم وقلبهم الحلو احنا دلوقتي بقى عندنا فروع كتيره في الخدمه، علشان خاطر واحد واحده كده كانوا امنا ان هم يوصلوا للناس لغايه بيوتهم، بقى ربنا مدينا خير وبركه كبيره جدا. فانت لو امين ربنا هيبقى امين معاك جدا. كل حد هنا قلبه مشتاق انه
ويخدم ربنا هيديله خدمه موسعه مش هتهم اي حاجه. الخدمه دي بركاتها في وقتها، هتروح افتقادها تنزل فرحان. انتوا عارفين يقولوا لنا في الخدمه لو متنكد انزل افتقاد، قول يا رب كده فرحني وفرح اللي رايح له، عزيني وعزي اللي انا رايح له، اسندني واسند اللي انا رايح له. تلاقي ربنا خدك وفرحك وظبطك وظبط مخدومك اللي انت رايحته ورجعت باشا بقى، رجعت وانت مبسوط ومزقطط. فلو انتوا عايزين تفرحوا طول الوقت انزلوا افتقاد وقابلوا الناس الحلوين دول اللي يعني اللي ربنا سامح لهم بالالم، لان هم فعلا بيبقوا اطفال صمته وسط تنمرنا والمنا واحنا بنكبر المشاكل وهم عندهم مشاكل قد كده، وتلاقوهم فرحانين ومسلمين ومطمنين واحنا اللي عندنا كل حاجه قلقانين وخايفين ومضطربين وشايلين هم بكره. فانت لو متضايق انزل اخدم هترجع مبسوط. الكورس بتاعنا دوت خاص بالحركي، لكن باذن ربنا لو ربنا ادانا بركه ممكن نبقى ناخد كورس عن خدمه المسنين او كورس عن تريح الفراش او مرضى الكانسر سواء كبار او اطفال. بس احنا الكورس بتاعنا دوت لخدمه الناس اللي على كراسي او الناس اللي موجوده في بيوتهم ما بيتحركوش خالص ما بينزلوش من البيت، فالكورس دوت بيخاطبهم. بصوا احنا علشان انا بقول لكم بس كل الحاجات ابونا هيشرح لكم حاجات بالتفصيل، احنا بس عشان في ناس كتير كان عندها مشكله في ميعاد 6، فمن المره الجايه الكورس هيبدا 6:30، هنبدا 6:30 علشان الناس اللي جايه من اشغال او كنايس بعيده تقدر توصل لنا. والحاجات هتبقى مسجله هتبقى مرفوعه على اللينك اللي الخدام بيرفعوا. بصوا يا شباب احنا دي الموضوعات اللي هناخدها، هنتعامل هناخد تصنيف الاعاقات، هناخد الاسعافات الاوليه اللي ممكن نحتاجها في بيوتنا ومع اهلنا وكمان مع المندوبين، هناخد اتيكيت التعامل مع ذوي الامتيازات، ازاي اتكلم معاه، ايه الحاجه اللي المسها ولا لا، اللي اقوله اللي ما قالوش، لما ادخل البيت افتح موضوع ازاي، اتعامل مع اهل مخدومي ازاي، الناس المتالمه وشايله صلبان طويله اتعامل معاها ازاي. دي محاضره بنحضرها طبعا عن السكر واعراضه والتعامل معاه، علشان ده ممكن تبقى معرفه مش متاحه لمخدومي، فانا محتاجه اخد المبادئ بتاعتها. شالوا الحاجات رسالة الفيديو. لو انت عايز توصل للفرح اللي موجود في الفيديو دوت من فضلك انزل خدمة. يلا كل واحد يروح لكنيسته للكاهن بتاع كنيسته يقول لابونا احنا عايزين نعرف مين المسن اللي بقاله فترة موجود في البيت، مين اللي على كرسي ومش لاقي حد ينزله، مين الحد اللي عايش لوحده ملوش حد يسأل عليه، علشان نعرف كلنا نعمل فيديوهات جميلة زي دي. الخدمة دي هي خدمة الفرح، فهي يعني نشر رسالة الفرح على كل المستويات. طبعا كل دوت بنعمله تحت رعاية أب طيب وحنين، ومحتوينا كلنا بخدماتنا بأخطائنا بعيوبنا بحالنا ومحتلنا، وهو اللي بادي الخدمة من أيام ما كان مكرس قبل ما يترسم. وهتتمتعوا بأبوة وقصص وحكايات حلوة قوي. قدس أبونا بطرس هو المسؤول علينا كلنا في كل الخدمة بتاعتنا.